باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا بندرس في رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، وما زلنا في الإصحاح الأول. خدنا فيه 6 محاضرات والنهاردة رقم 7. وكالعادة إحنا بنحب نقرأ النص من أوله علشان نبقى متابعين تسلسل الأفكار. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطيا وكبادوكيا وأسيا وبثنية، المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح. الثالوث باين من أول الرسالة: لتكثر لكم النعمة والسلام. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية، اللي هو المعمودية، بالرحمة بتاعته والنعمة لرجاء حي. معمودية الدين رجاء حي، قوة المعمودية هي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. الرجاء ده لإيه؟ لميراث، اللي هو ميراث ملكوت السماوات، لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. الميراث ده محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم طبعا المؤمنين الذين بقوة الله محروسون في قوة بتحوط حوالين بإيمان. محروسين لإيه؟ لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، جاهز ومستنى. الذي به، يعني بالخلاص، تبتهجون. كل فرحتنا هي بخلاص ربنا، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. كل واحد فينا عنده مشاكل، ضيقات، تجارب، أوقات يكون فيها متضايق، لكن دي ما تمنعش البهجة بالخلاص. طب ليه الحزن ده؟ قال لكي تكون تزكية إيمانكم. تزكية الإيمان دي أثمن من الذهب الفاني اللي بيمتحن بالنار. تزكية الإيمان دي معناها اختبار الإيمان وتنقيته، يؤدي للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح اللي هو في المجيء الثاني. يسوع المسيح ده الذي وإن لم تروه تحبونه، بنحبه. ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به، لأن دايما الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. فتبتهجون. نرجع تاني للبهجة، بفرح لا ينطق به ومجيد، نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم، أو خلاص النفوس. غاية يعني هدف، نهاية كل اللي بنعمله في الكنيسة نحن نوصل لخلاص النفس. الخلاص ده بقى قال عنه فتش وبحث عنه أنبياء. كل العهد القديم من أول الوعد اللي قاله ربنا لحواء نسل المرأة يسحق رأس الحية، وبدأت كل النبوات تتكلم عن مجيء المسيح للخلاص. عشان كده الأنبياء فتشوا عن هذا الخلاص. الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم. طبعا احنا في العهد الجديد عايشين في نعمة، هم ما حسوش بيها لكن تنبأوا عنها. باحثين، ايه موضوع البحث بتاعهم اللي هم اباء وانبياء العهد القديم؟ اي وقت او ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم؟
سبق فشهد بالألام التي المسيح والأمجاد التي بعدها. احنا وقفنا عند هذا النص. أنبياء العهد القديم كانوا بيبحثوا عن مجيء المسيح للخلاص. هدف مجيء المسيح يخلصنا، زي ما بنقول في قانون الإيمان، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل إيه؟ خلاصنا، جاي يخلصنا. عشان كده الأنبياء كانوا بيبحثوا عن هذا الخلاص. في ناس بيقولوا المسيح تجسد لكي يؤلهنا. كان ممكن يتقال هنا ان الانبياء فتشوا وبحثوا عن نعمة التأليه اللي تنبأوا عنها، لكن هم ما قالوش الحكاية دي. فاحنا عارفين ان المسيح جاي كمخلص بالصليب وبالفداء اللي عمله، انه مات نيابة عنه. هنا معلمنا بطرس بيقول ان اللي كان بيعرفهم الاسرار دي الروح القدس، بس سماه روح مين؟ المسيح. وهنا بنفهم ان الروح القدس ممكن يتسمى روح الله، الروح القدس، الروح المعزي، روح الاب، وممكن يتسمى روح الابن او روح المسيح، لأن الآب والابن ليهم روح واحد هو الروح القدس، وده سر الوحدة في الثالوث. الآب له روح اسمه الروح القدس، والابن له نفس الروح. لما يكون اثنين كل واحد له روح يبقوا اثنين منفصلين. لما يكون الاثنين ليهم روح واحد يبقى هما والروح الواحد واحد. الله ليس له ابنان وإلا يبقى فيه تعدد، وليس له روحان وإلا يبقى فيه انقسام. واحد عنده روحين يبقى عنده انقسام، واحد عنده ابنين يبقى فيه تعدد. لكن الله عنده ابن وحيد، والله وابنه عندهم روح واحد، عشان كده ثلاثة واحد. وإحنا بنقول دايما في صلواتنا واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. عشان كده لما يقول روح المسيح يبقى هو الروح القدس. هنشوف دلوقتي نصوص تتكلم عن الأنبياء تنبأوا بالروح القدس. وبرضو لازم نفهم الفرق بين واحد بيتنبأ بالروح القدس وواحد بيشرح بالروح القدس. اللي بيتنبأ معصوم من الخطأ، لكن اللي بيشرح ممكن يغلط. يعني آباء الكنيسة طول الوقت كانوا بيشرحوا، وبنعتبر كتاباتهم مرجع، لكن هل ما كتبه الآباء يساوي كتاب المقدس؟ إيه رأيكم أنتم؟ لا طبعا، بالرغم أن هم برضو كتبوا بالروح القدس، لكن في فرق. الوحي معناها الروح القدس يعصم الكاتب من الخطأ. عشان كده تلاحظوا الكتاب المقدس من التكوين للرؤية مية واحدة، لأنه روح واحد تكلم في كل الأنبياء وما فيهوش أخطاء. بينما إحنا لما بنشرح عرضة إن الواحد يفلت منه كلمة أو تعبير أو تفسير جايز نغلط، والواحد ما يقولش الروح القدس قال. أول ما تلاقي حد يقول لك روح القدس كلمني وروح القدس قال لي، تعرف إن ده دماغه مش مظبوطة يعني. لأن الروح القدس يتكلم ويقول، ده في الكتاب المقدس عن طريق الأنبياء. لكن ما يمنعش أن الروح القدس يرشدنا، بس لما بيرشدنا مش بيلغينا. عشان كده ممكن نغلط،
في بطرس الثانية اصحاح واحد يقول لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يسوقهم كده وما فيهاش مشيئة إنسان. من التشبيهات الجميلة اللي جت في التسبحة في ثوتوقية يوم الخميس، يقول يا لهذه السيمفونية التي لأولئك الأنبياء الذين تنبأوا بهذا الروح الواحد من أجل مجيء المسيح. شرحتها لكم قبل كده بس جاية في الحتة دي تبقى مهمة نقولها. سيمفونية يعني إيه؟ كلمة فون يعني صوت، وسيم سيم اللي هي في الإنجليزي together يعني مع بعض، أصوات مع بعضيها تتسمى في العربي التوافق. فلما يكون في أوركسترا ضخم كده قاعدين على مسرح بيعزفوا لحن واحد، تقدر تميز صوت الناي عن العود عن الكمان عن الأورج عن البيانو، لكن كلهم بيعزفوا إيه؟ لحن واحد. وممكن المايسترو يسكت كل الآلات ويشغل العود أو الناي بعدين يدخلوا يكملوا معه. فلما اللي ألف الصوتوقية دي قاعد يتخيل إن في أصوات جاية من كل جيل لكن نفس اللحن، صوت من أشعياء وصوت من دانيال وصوت من أيوب وصوت من موسى وصوت من أيام إبراهيم وصوت من مزامير داود ومن حكمة سليمان ومن نبوة ملاخي ومن كله مع بعض بيعمل سيمفونية واحدة. طبعا اللي يخليها واحدة إن في مايسترو اللي هو روح القدس بينظم عشان ما يغلطوش. وهذه السيمفونية تبقى في الكنيسة طول ما كل الوعاظ والشراح بيلتزموا بصوت الآباء. عشان كده في المزمور يقول خرج صوتهم على وجه الأرض كلها، صوت واحد خرج صوتهم، أو أحيانا تترجم خرج منطقهم على وجه الأرض كلها، وبلغت كلماتهم إلى أقاصي المسكونة. كلمات بالجمع والصوت بالفرد مفرد، فهو صوت واحد، مش خرجت أصواتهم، خرج صوتهم وبلغت كلماتهم، كلمات كثيرة لكن صوت واحد لأنها نغمة واحدة. ليه؟ عشان النص اللي قدام، لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان. عارفين لو بمشيئة إنسان كان هيبقى في تعدد في الأفكار والأراء. الكتاب المقدس كتبه كم كاتب؟ 40 على مدى كم سنة؟ برافو، 1600 سنة. 40 كاتب في 1600 سنة طلع نغمة واحدة. ده شيء ما بيحصلش، مش ممكن كتاب يكتمل كتابته في 1600 سنة وتطلع الأفكار اللي فيه متوافقة إلا إذا كان الله هو اللي عامله، لأن فيش إنسان يعيش 1600 سنة يشرف على كتابة كتاب، وما فيش 40 كاتب يتفقوا على فكر واحد مهما كان، وخصوصاً إنهم من أجيال متعددة ومن أماكن ومن ثقافات ولغات. يعني في أجزاء في الكتاب المقدس كتبت في برية سيناء أيام موسى، وفي أجزاء كتبت في أرض الموعد في فلسطين، وبعضها كتب في العراق في بابل، وبعضها كتب في مصر، وبعضها كتب في أوروبا زي رسائل بولس، وبعضها كتب وكان الكاتب في سجن، وبعضها كتب وكان الكاتب في قصر الملك.
بعضها كتب وكان الكاتب حر، وبعضها كتب وكان الكاتب أسير أو مسبي. الظروف دي تخلي الكتابة لازم تتنوع وتتغير، لكن كتاب واحد. عشان كده اللي يقولك محرف يبقى بيهزر. ازاي يعني؟ ده 1600 سنة و40 كاتب. لكن عشان النص الجميل بتاع بطرس ده، لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. عشان كده بولس الرسول قال لتلميذه تيموثاوس: وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. طبعا لما تيموثاوس كان طفل ما كانش لسه العهد الجديد اتكتب. إذن هو منذ الطفولية يعرف الكتب المقدسة، يعني أسفار الأنبياء العهد القديم. قال الكتب المقدسة دي القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع، بالرغم من هو أرى ودرس وحفظ العهد القديم، لكن كان بيشهد للمسيح يسوع بتاع العهد الجديد. ليه؟ قال لأن كل الكتاب هو موحى به من الله. طالما موحى به من الله يبقى نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. طب يعني إيه موحى به من الله؟ في ناس يفهموا الوحي إن ربنا يكتب في السماء وينزل على الأرض، تنزيل. وفي ناس يفهموا الوحي ان الله بيملي الكاتب والكاتب بيكتب كتابة بالإملاء. لكن احنا بنفهم الوحي ان الله يتكلم مع الأنبياء ويقول لهم اكتبوا اللي انا قلته. فالكاتب بيستخدم لغته ومفرداته في توصيل رسالة الله للإنسان، بس الروح القدس يحميه من أنه يوصل الرسالة غلط. يعني لو واحد قال لي: لو سمحت لما تقابل فلان سلم عليه، فأنا أروح أقول له: فلان لما قابلني كلفني ان انا اسلم عليك واقول لك انت عامل ايه وبيحبك وكلام، يبقى انا ما غيرتش في الرساله. لكن اغير في الرساله امتى؟ لما ما اقولش، او اقول له انت عامل له ايه ده زعلان منك، يبقى انا حرفت. لكن لما انا بصيغ قصد اللي كلفني برساله بصيغه صح زي ما هو قال بصياغه مظبوطه، يبقى أنا وصلت رسالة مظبوط. عشان كده مثلا في سفر التثنية يقول لموسى النبي أنه هيجيب نبي بعد موسى: أجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. شوفوا الكلام هنا، أدي معنى الوحي: هخلي كلامي في فمه فيتكلم مع الناس بكل ما أوصيه به. وفي سفر أرمية يقول: مد الرب يده ولمس فمي وقال الرب لي: قد جعلت كلامي في فمك. أول ما يتكلم هيبقى صوت أرمية ولغة أرمية والكلمات اللي هو متعود يستخدمها، بس الكلام أصلا بتاع مين؟ بتاع ربنا. جعلت كلامي في فمك. وفي سفر صمويل الثاني داود النبي بيقول: روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني. وفي سفر ملوك الأول يقول ميخا النبي: حي هو الرب، إنما يقوله لي الرب به أتكلم. مش هقول حاجة غير اللي ربنا قالها.
ونفس الوضع مش بس أنبياء العهد القديم، لكن كمان أباؤنا الرسل الذين كتبوا أسفار العهد الجديد. يقول معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثانية: ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله، اللي هو إيه؟ روح القدس. ليه؟ قال عشان نعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها أيضا، لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه مين؟ الروح القدس. عشان كده احنا بنبقى مطمئنين ان نصوص الكتاب المقدس موحى بها من الله، معمولة بالروح القدس. كل الكتاب من سفر التكوين من أوله لآخر سفر الرؤيا. طبعا بعد أبائنا الرسل في تلاميذ الرسل كتبوا كتب شروحات بنسميهم الآباء الرسوليون منذ البداية، من أول يوم الكنيسة ميزت بين ما كتبه الرسل بالروح القدس كأسفار مقدسة موحى بها من الله، وبين ما كتبه تلاميذ الرسل على أن هي كتب محترمة وليها مكانتها في الكنيسة لكن لا ترقى إلى مستوى الوحي. وأهم ناس كتبوا من تلامذة الرسل قديس أغناطيوس، قديس بوليكاربوس، قديس اسمه بابياس، ورسالة اسمها هرماس. مش ممكن يكون الأسامي دي سمعتوا عنها زي ما سمعتوا عن بولس وبطرس ومتى ومرقس ويوحنا، بس الكتب دي محترمة وليها مكانتها في الكنيسة. وبعد الأباء الرسوليين بدأوا في أباء تاني يكتبوا لغاية النهاردة، لكن دايما بنحط الكتاب المقدس في مكانته وبقية الكتب حتى لما فيهاش أخطاء بنحطها في مكانها رقم 2 لأنها مش وحي من الروح القدس. نرجع تاني للكلمة اللي قالها معلمنا بطرس، إن الأنبياء كانوا باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم. الروح القدس سبق فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. يعني طبعا في نبوات عن المسيح كل تفاصيل حياته، هيتولد من عذراء، هيتولد في بيت لحم، هيتولد سنة كام، قالها دانيال، هيعيش في الناصرة، هيعمل معجزات بشكلها كذا وكذا وكذا، التعليم بتاعه هيكون ايه. انه بقى اكتر الام ركزت على اكتر ايات او نبوات عن الالام، الالام والامجاد التي بعدها. يعني مزمور 22، المزمور كله عبارة عن نبوة عن الام المسيح. انا حطيت لكم اية واحدة بيقول: اما انا فدودة لا انسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. المزمور ده بدايته يقول: إلهي إلهي لماذا تركتني. وأرجو أن أنتوا تقروا الليلة دي مزمور 22 اللي هو إلهي إلهي، هتلاقي تفاصيل وصف المسيح وهو على الصليب، لدرجة أن بعض المفسرين لما نسألهم ليه المسيح قال إلهي إلهي لماذا تركتني على الصليب، يقول عشان اليهود يكروا المزمور ده في ذهنهم ويشوفوا اللي هم حافظينه بيتطبق دلوقتي. المزمور ده مكتوب فيه: ثقب يدي ورجلي وأحصي كل عظام، وعلى ثيابي اقتسموا اقترعوا، ومكتوب بقى كل التفاصيل، ومنها كلمة أنا دودة، لأن يوصفوا جسم المسيح بعد الهري بتاع الجلد. الدودة بيبقى لونها أحمر وما فيش عليها جلد، شكلها وحش، فقال أنا شكلي كده، جلد بتاعه اتهرى بقى شكله زي الدودة.
وعار عند البشر لأنه شايل صليب، ومحتقر الشعب لأنهم كانوا يهزون رؤوسهم ويقولوا خلص آخرين ولم يقدر أن يخلص نفسه. طبعا كان مفروض أجيب لكم المزمور كله، بس أنا عايزكم تقروه. في أشعياء 53 ده أكتر إصحاح بيتكلم عن ألام المسيح. نقرأ بسرعة. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ هنا سؤال معناها محدش مصدق. نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. أرض يابسة يعني ما تزرعتش، رمز العذراء مريم. شكله على الصليب إيه؟ لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهي. محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا. معناها أول ما نشوفه نغمض عينينا ونغطي وشنا نقول منظر ما يتشافش. محتقر فلم نعتد به، مش مهم. لكن إيه بقى؟ أحزننا حملها هو. دي سموها البدلية العقابية، موجودة في أشعياء. حاجة علينا هو شالها، أوجعنا إحنا تحملها هو. إحنا حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا. تأديب سلامنا إحنا عليه هو، وبحبره اللي هي جراحاته شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا من الميلان، كل واحد إلى طريق، والرب وضع عليه إثم جميعنا بدلنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. من الضغط أو من الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي. يعني هو الضرب عشان ذنبنا إحنا. وجعل مع الأشرار قبره، لأنه اتصلب مع الصين، ومع غني عند موته، عشان القبر بتاع واحد غني، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما الرب اللي هو الآب فسرب أن يسحقه بالحزن أو بالحزن. إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه، اللي هم إح، ومسرة الرب يده تنجح. طبعا أنت ممكن تتحدى أي واحد تقول له هل الكلام ده ينطبق على حد غير المسيح؟ مش ممكن. وهو ده النص اللي كان بيقراه الخصي الحبش، ومن هنا بدأ فيلبس يقول له. هو بيسأل فيلبس، هو النبي بيتكلم عن نفسه ولا عن حد آخر؟ فقال له ده عن يسوع الناصري وبشره. النهاردة أي واحد يهودي لو أرى النص ده مفروض يآمن بيسوع الناصري هو المسيح، ما يقعدش مستني واحد تاني، لأن أشعياء قالها بوضوح. أتذكر بدون ذكر أسامي واحد من أباء المطارنة بتوع كنيستنا تقابل مع حاخام يهودي في حفل تجليس المتنيح الأنبا أبراهام مطران القدس. وبعدين الحفل ده بيبقى فيه مندوبين من كل الديانات والطوائف بإشراف وزارة الأديان في إسرائيل، فعملين ترابيزات كده يأكلوا عليها، واحد أرثوذكسي جنب حد يهودي جنب حد مسلم جنب حد دورزي جنب حد مش عارف شيعة جنب حد بروستانتي حد كاثوليكي، يعني تربزوا عليها كل الطوائف. فجاءت القعدة بتاعت مطران بتاعنا جنب حاخام يهودي وكان محامي، فبيدردشوا. فقال له احنا اليهود لا يمكن أن نؤمن أن يسوع الناصري هو المسيح. قال له ليه؟ قال له لأن إحنا عندنا
الله لا يقبل ذبائح بشرية. دي عبادة الأوثان، هم اللي بيقدموا ذبائح بشرية. وبعدين أنتوا بانيين كل إيمانكم على أن المسيح ذبيحة من أجل البشر، فده مش ممكن يكون بتاع ربنا. قال له: هو أنت ما قريتش مزمور 22؟ قال له: في إيه مزمور 22؟ راح مطلع من جيبه الكتاب المقدس، هو الحاخام ده بيتكلم عربي، قرا معاه المزمور 22. الراجل عينيه زغليلت، ثقبوا يدي ورجلي، قال له: ده منظر المسيح. بعدين لسه قبل ما ياخد نفسه قال له: قريتش اشعياء 53؟ قال له: في ايه اشعياء 53؟ قال له: نفتح ونقرا. فقال له: طب بص، دقيقة واحدة، هطلع في الأوضة بتاعتي، هما في الأوتيل، هجيب الكتاب المقدس العبري، ما أنا مضمنش العربي ده. قال له: هات وتعال. طلع جاب الكتاب بتاعه وفتح بالعبري، وقال له: لا، ده احنا الواحد لازم يراجع نفسه. عندما قرأ بس مزمور 22 وأشعياء 53، هو برافض أن يكون في ذبيحة بشرية. فسيدنا قال له: طب هو انتوا بتفسروا ده بايه؟ قالوا: بنفسر ان ده العبد المتألم، اي اسرائيل. اسرائيل هو المتألم. قال له: طيب ممكن نفهمها اسرائيل اللي هي الأمة، يعني لا صورة له ولا جمال فننظر اليه، يعني الأمة نفسها محتقرة والناس بتضطهدها، اوكي. لكن يعني ايه احزننا حملها؟ احزن مين؟ أوجعنا تحملها، يعني أوجع إسرائيل حملها إسرائيل. وبعدين مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثمنا، تأديب سلامنا احنا عليه هو، حد غير إسرائيل. الرب وضع عليه إثم جميعنا. وبعدين أنت رافض أن يكون في ذبيحة بشرية، ما احنا كمان ما عندناش ذبائح بشرية. بس اسمع أشعياء بيقول ايه: كشاة تساق الى الذبح. هل هنا بيتكلم عن شاة ولا كشاة؟ وكنعجة صامتة امام جزيها فلم يفتح فاه، ضرب من اجل ذنب شعب، جعل مع الاشرار قبر، ده اسرائيل، ومع غني عند موته، ده اسرائيل. قال له: لا خلاص، بص اديني فرصة. يبدو ان هو طبعا ما خدش فرصة او ما اداش نفسه فرصة، لما نعرفش بعد كده عمل ايه. النبوات في منتهى الوضوح، وأشعياء كتب النبوات دي قبل ميلاد المسيح ب700 سنة، مش متلفقة. وبعدين النبوات عند اليهود، واليهود مش بيحبونا، يعني في عداء من ساعة ما صلب المسيح بين اليهود والمسيحيين، فمش معقول هيعملوا نبوة توافقنا وما يقدروش يغيروا. هم أمناء في حفظ الكتاب، ما يقدروش يغيروا. وإن غيروا، لو فرض هيغيروا عشان يوافقونا، أو إحنا لفقنا العهد الجديد على العهد القديم، كيف تكون يعني؟ الناس كانت موجودة وشاهدة. انتهى البرهان الواضح، ألام المسيح والأمجاد التي بعدها. في سفر دانيال حدد الميعاد بتاع الصليب، يقول: بعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له. بقيت النبوة في دانيال 9 ممكن تقروها على بعضيها، بيحدد ميعاد صليب المسيح، يقطع المسيح معناه يتصلب. عشان كده السيد المسيح لما ظهر لتلميذيه عمواس بكت عدم إيمانه، قال لهم: أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان، بجميع ما تكلم به الأنبياء
أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ مش الأنبياء قالوا كده؟ قالوا مش واخدين بالنا. ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب، وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم قبل الصليب، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. برهان صدق الكتاب المقدس أن العهد الجديد مستخبي في العهد القديم، والعهد القديم معلن في العهد الجديد. العهد القديم هو ورث مشترك بيننا وبين اليهود من سفر التكوين لملاخي، وحتى الأسفار القانونية التانية بعض اليهود بيقبلوها بعضهم لا. العهد الجديد ده بتاعنا، بتاع كل المسيحيين. فلو ان التوافق بين العهدين وهو يملكه يهود مش أصدقائنا، مش مصدقين المسيح، فده برهان ان الكتاب المقدس صادق، محدش لعب فيه، وانه بيفسر بعضه بعضا. المسيح قال نفس الكلام للتلاميذ. ولما تكلم المسيح في يوحنا 12 قال أشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه. مجد المسيح هو الصليب، فأشعياء قال هذا النص لما شاف مجده. طب شافه ازاي؟ عامل زي الوحي، الرجل مفتوح العينين من وراء الزمان شايف. ما هو فعلا لما تقرا المزمور 22 واشعياء 53 كان الواحد واقف قدام الصليب وبيوصف ايه اللي بيحصل. عشان كده بولس لما وقف يتحاكم اليهود بيحكموه انت ازاي تقول يسوع هو المسيح، قال انا لا اقول شيئا غير ما تكلم الانبياء وموسى، انه عتيد ان يكون. الانبياء قالوا ده هيحصل، ان يؤلم المسيح ويكون هو اول قيامه الاموات، مزمعا ان ينادي بنور للشعب وللامم. عشان كده الروح القدس دل الانبياء عن كل ما يحدث للمسيح لما يجي. روح الله او روح المسيح الذي فيهم، الذين اللي هم الانبياء اعلن لهم انهم ليس لانفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الامور التي اخبرتم بها انتم الان بواسطه الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي الملائكه ان تطلع عليها. الآية 12 دي طويلة، وانتوا عارفين بطرس كل كلمة عايزين نوقف قدامها. الأنبياء أعلن لهم، مش هم اللي اقترحوا، وكل الإيمان هو إعلان، كل حاجة في الكنيسة هي إعلان. الله أعلن، لأن إحنا ما نقدرش نفتي ونخترع ونقترح ونكتشف. دي أمر ينفع في العلوم، ان واحد يحط نظرية علمية وبعدين يكتشف حاجة ويعدل في حاجة ويطور في حاجة، دي في العلوم. لكن في الإيمان ده إعلان، لأن احنا مش مفروض ذهننا هو اللي يخترع ربنا، لكن ربنا هو اللي يعلن ذاته لينا. الروح القدس أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم، يعني كل اللي هتقولوه يا أشعياء ويا دانيال ويا ملاخي ويا وئيل وداود، ده مش هتشوفوه.
عامل زي بعض أنواع النباتات، يقول لك اللي يزرع الشجرة دي مش ممكن يأكل من ثمرتها، ممكن تطلع ثمرة بعد 30-40 سنة، مش عارف زي إيه يعني. الدوم أظن بيقولوا عليه كده، دوم؟ لا، الليمون بيطلع بدري يعني. يقولوا لولا أن الواحد يفكر في الأجيال اللي جاية كانش حد زرع الدوم، لأن هو لو زرعه مش هيأكل منه. طب زرعته ليه؟ للي جايين. وإحنا كمان في الكنيسة بنعمل كده. ممكن تلاقي واحد سنه 70-80 سنة ويقول نفسنا نبني كنيسة في الحتة دي. طب وإنت متوقع تتهنى بيها؟ يقول أنا خلاص. طب إنت ليه مهتم بهذا الأمر؟ يقول الأجيال اللي جاي. اللي بنى الكنيسة دي ما صلاش فيها، لأنها على ما اتبنت وجهزت وبتاع كان هو تنيح. فإحنا يا ما بنعمل حاجات زي كده ويبقى للأجيال اللي جاية. الروح القدس قال كده للأنبياء، أنتم مش هتتمتعوا. زي مثلا إيه؟ موسى النبي ربنا قال له هتخرج الشعب من أرض مصر عشان يمتلكوا أرض الموعد. قعد 40 سنة يخدم في تعب شديد وجهاد ومر، لأن الشعب عنيد ومتعب وقاس وهو بيقودهم، وفي الآخر ما شافش أرض الموعد، بس هو كان مبسوط أنه كمل رسالته لغاية ما جابهم للأبواب ويشوع تولى يدخلهم. كل ده معناها احنا كمان ما نفكرش في نفسنا، نفكر في اللي جاي بعدنا. في تاريخ كنيستنا القبطية مر على الكنيسة اوقات كانت مرة، ونتيجة الضغط والاضطهاد والإهانة والذل وتغريم الناس فلوس ما يقدروش يدفعوها، ونتيجة كده كان ممكن ناس تنكر الإيمان وتستريح. بس اللي ينكر الإيمان ويستريح نسله هيطلع إيه؟ في إيمان غريب. لكن يقول أنا معقول أنكر الإيمان، أضيع نفسي وأضيع الأجيال اللي جاي بعدي، كل نسلي إلى الأبد؟ لا لا، إحنا نستحمل ضيقة وقتية وتعدي. وعدت، يا ما جه وعدى، وصرنا إحنا مولودين مسيحيين ليس لفضل فينا بل لفضل جدود وأباء تعبوا وتحملوا الذل والإهانة ويقولوا ما جراش حاجة. عشان كده الإنسان فعلا مش مفروض يفكر في نفسه. النهاردة أي حد فينا بيحفظ الإيمان، ما هو ممكن الواحد يقول لك أنا كلها كم سنة واروح السماء وهم بقى يعملوا عايزين يعملوه. لا، ده احنا في الصلاة نقول وعبيدك الآتيين بعدنا إلى الأبد. يعني الإنسان مش مسؤول فقط عن الناس اللي بيخدمهم في جيله، لكن الأجيال اللي جاية. إحنا نفسنا مسيحيين وبنعرف المسيح صح وبنخدمه صح، عشان مش بس جدودنا حفظوا الإيمان، لكن كمان اللي ربونا، الوالد والأم وخدام مدارس أحد والكهنة اللي تعبوا، اللي عمدونا واللي ربونا واللي كبرونا واللي رسمونا شمامسة واللي عملونا خدام، وهم كلهم راحوا السماء وبيسيبونا نكمل المشوار، وهنروح وهيجي غيرنا يكمل المشوار. عشان كده النص ده جميل، ان اعلن لهم للانبياء انهم ليس لانفسهم بل كانوا لنا يخدمون بهذه الامور. هم زرعوا واحنا دخلنا على تعبهم وبنحصد. كانوا يخدمون بهذه الامور
التي أخبرتم بها أنتم الآن. هم تنبأوا عنها وأنتوا شفتوها. أخبرتم بها بواسطة الذين بشروكم، يعني الأنبياء تنبأوا والرسل بشروا. زي ما قال إن الأنبياء تكلموا بالروح القدس، قال إن الروح القدس تكلم في الرسل بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس. عشان كده إحنا كنيستنا قوية، لأن الروح القدس هو العامل فيها، والجدر بتاعنا مش 2000 سنة، أكتر. جدر الكنيسة من أيام آدم، أول كنيسة كانت الفردوس، والمذابح التي ذبح عليها هابيل وأخنوخ ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، لغاية ما وصلنا لخيمة الاجتماع، بعدين هيكل سليمان، بعدين كنيسة العهد الجديد. تاريخ الروح القدس يحفظ كل هذا. فقال الأنبياء تنبأوا بالروح القدس، وأنتم وصل لكم الخبر بواسطة الرسل الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء. طبعا الناس المعاصرين لبولس، في منهم شافوا، أو لبطرس صاحب الرسالة، شافوا الروح القدس هو بيحل على الرسل في يوم 50 في شكل ريح عاصف وألسنة نار جاية من السماء، وطلعوا يتكلموا بألسنة. أما كلمة التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها، فيقصد بها الملائكة تشتهي أن تطلع على هذه الأمور اللي هي خلصنا، وأنا لسه مش هشرحها دلوقتي. كلمة الذين أعلن له في سفر دانيال، يقول حينئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل، فبارك دانيال إله السماوات، قال له مبارك أنت يا رب، هو يكشف العمائق والأسرار. العمائق يعني الحاجات المستخبية في العميق، يعلم ما هو في الظلمة، وعنده يسكن النور الوضوح. وقال للملك يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار، وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الأيام الأخيرة. حلمك ورؤيا رأسك على فراشك هو هذا. حكاله الحلم، وبعدين قال له أنت يا أيها الملك أفكارك على فراشك صعدت إلى ما يكون من بعد هذا. ربنا كشف لك، وكاشف الأسرار يعرفك ما يكون. عشان كده الملك قال لدانيال حقا إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار، إذا استطعت على كشف هذا السر. الله يعلن سره لأنبياء. أعلن لهم ليس لأنفسه بل لنا إحنا. عشان كده يقول معلمنا بولس في رسالة العبرانية، في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. يعني ممكن مثلا الروح القدس يقول لأشعياء هل عذراء تحبل وتلد ابنة وتدعى اسمها مانوئيل، فأشعياء يسأل الروح القدس هو ده يحصل أيامنا؟ يقول له لا لسه بدري. يقول له يا ريت كنت أشوف بعيني، قال له لا للأجيال اللي جاي. فهم من بعيد نظروها. المسيح نفسه قال إن إبراهيم رأى يومي فرأى وفرح، يوم ما ذبح إسحاق وجاب الكبش بدل إسحاق، شاف يوم المسيح إنه هيموت بدلنا، فآمن وفرح وتهلل، بس ما شافش الواقع ده، شاف النبوة. عشان كده برضو
في عبرانيين يقول فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد، سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. إحنا متمتعين بالنعمة، أنبياء الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم أنتم بها الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء. الروح القدس يوم العنصرة اتقال عنه وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وبطرس وقف يوعظ وقال لهم المسيح لما ارتفع بيمين الله أخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. فالمرسل من السماء جه عليه. نختم بقى بحكاية تشتهي الملائكة أن تطلع عليه. أحيانا الناس تفكر أن الملائكة نفسهم يشوفوا جسد المسيح بس مغطين وشوشهم. الأمور التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها يعني إحنا بنشوف حاجة هم شايفين. النص أصلا معناها هم بيشتهوا أن يتطلعوا أن يروا خلاص الإنسان. الأنبياء تكلموا عن الخلاص، الملائكة مش عارفين هيحصل إمتى، فهم بيشتهوا إمتى يخلص الإنسان. عشان كده في سفر الخروج قال له تعمل كروبين باسطين أجنحتهما إلى فوق مظللين بأجنحتهما على الغطاء، علامة إن في حاجة مغطين عليها. وفي سفر دانيال سمعت قدوسا واحدا يتكلم، كلمة قدوس أحد أنواع الملائكة، فقال قدوس واحد لفلان المتكلم إلى متى الرؤية من جهة المحرقة الدائمة معصية الخراب لبذل القدس والجند مدوسين. وفي دانيال 12 النص قدامكم هاخد آخر أربع كلمات، إلى متى انتهاء العجائب؟ ملائكة مش عارفين. عشان كده في أفسس يقول إيه؟ لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. الملائكة عارفين إن هيحصل خلاص للبشر، وعشان هي أرواح قديسة وأرواح طاهرة وخيرة بيتمنوا أن يتم، فبيشتهوا أن يتطلعوا لهذه الأمور. عشان كده حصل خلاص والملائكة كانوا مزقططين، والكنيسة وهي بتكرز بالخلاص الملائكة يقولوا ما كناش عارفين اللي انتوا بتقولوه النهاردة. يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة. ودي حاجة عجيبة إن ربنا يعلن لنا أشياء كانت الملائكة تشتهي أن تطلع عليها. وزي ما يكون أنا بتمنى ليك الخير ونفسي أشوفك ناجح، مع إن ما تكونش ابني ولا أبويا ولا أخويا ولا قريبي، بس أنا بتمنى لك الخير. الملائكة كده يتمنون الخير وكانوا فرحانين أن يطلعوا على الخلاص. عشان كده ساعة ميلاد المسيح ملائكة هللت وجوم قالوا المجد لله في الأعالي. الملاك غبريال يبشر العذراء ويبشر زكريا، وقصة طويلة. الملائكة فرحانين بخلاص الإنسان. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.